يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من ربع ساعة رياضة، كبسولتنا اليومية السريعة. دايما بنحاول فيها ان نتعرف على اخر واهم وابرز الاحداث الرياضية المحلية وكمان العالمية من السبت الاربعاء هنا عبر شاشة التلفزيون المصري. البداية مع أهم بطولة للأندية على مستوى العالم، دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج، اللي حقق تشيلسي الإنجليزي لقبها للمرة الثانية في تاريخه بعد اللقب الأول في عام 2012، المرة دي على حساب مواطنه مانشستر سيتي بعدما تفوق عليه بهدف نظيف على ملعب دراغاو في البرتغال. قبل اللقاء كانت هناك أفضلية على الورق للسيتيزنز، لكن يبدو أن الأفضلية دي انعكست وبشكل سلبي على أداء المدرب الأسباني جوارديولا، تحولت إلى ضغوط أكبر على فريق السيتي. يمكن ده اللي سمح لتشيلسي نوعا ما أن هو يغير اللقاء حسب ما يناسبه من إيقاع. عشان نتعرف مع حضراتكم على ما حدث على أرضية ملعب دراغاو في نهائي دوري أبطال أوروبا، تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم تاني. بعد مباراة تكتيكية مثيرة، توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي بهدف دون رد في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية. تتويج منح البلوز اللقب الثاني في البطولة بعد لقب عام 2012، والذي تحقق على حساب العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني. الألماني توماس توخيل مدرب الفريق اللندني كان كلمة السر في حسم اللقب لفريقه، كما نجح في حصد بطولته الأولى في المسابقة القارية الأغلى والأكبر على مستوى الأندية في العالم بعد 4 أشهر فقط من توليه المسؤولية عقب إقالة فرانك لامبارد. واصل توخيل تفوقه على الفيلسوف الإسباني الذي ربما أضاعت فلسفته على السيتيزنز فرصة تحقيق لقبهم الأوروبي الأول، بعدما بدأ اللقاء الأهم في تاريخ ناديه دون ارتكاز دفاعي، ليحقق المدرب الألماني الانتصار على جوارديولا 3 مرات متتالية في 3 بطولات مختلفة، هي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرا دوري الأبطال. يبقى وصول مانشستر سيتي للنهائي الأول في تاريخه إنجازا يحسب للفريق، لكنه اصطدم بمنافس صعب ليفشل جوارديولا في تحقيق اللقب الغائب عن خزينة منذ رحيله عن برشلونة الإسبانية. خلونا نتوقف عن ماتش النهائي، ماتش الرائع امبارح في نهائي دوري الأبطال تشامبيونز ليج. ينضم لينا على الهاتف الناقد الرياضي أيمن إبراهيم. أستاذ أيمن برحب بيك في ربع ساعة رياضة. هنتكلم على توماس توخيل والإبداع اللي عمله في تشيلسي، بس قبل ده خلونا نتكلم على جوارديولا بلغة يعني الكورة كده. هل تعتقد ان الماتش اتسرق منه امبارح؟ اهلا بيك طبعا، وبرحب بيك وكل المشاهدين البرنامج. طبعا جوارديولا امبارح يعني الفلسفة كانت زيادة شوية في التشكيل. طبعا زي ما التقرير كان اتكلم عن فكرة ان دي اهم مباراة لي في الموسم، او نقدر نقول اهم مباراة في تاريخه مع مانشستر سيتي، لعب بدون لاعب ارتكاز امام منافس قوي، خصوصا تشيلسي تفوق، يعني تشيلسي توخيل تفوق على مانشستر سيتي في نهايه الدوري الانجليزي. فطبعا تشكيل جوارديولا كان فيه مشكله، هو برضو غير طريقه اللعب، الاسلوب يعني ابتدى بستيرلينج، هو في المعتاد بيبتدي مثلا بخيسوس، كان قعد فرناندينيو، الامور ما كانتش على ما يرام بالنسبه له، عكس توخيل اللي قدر ان هو يعني يلعب على نقاط قوته بشكل قوي جدا، وكمان في المباراة قدر ان هو يستفيد من الاخطاء اللي حصلت
في تشكيل مانشستر سيتي وبأداء مانشستر سيتي. وشفنا قبل تقدم تشيلسي بالهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تشيلسي تقريبا أهدر حوالي 3 فرص عن طريق فيرنر، وكان هو الأفضل رغم أنه ممكن ما يكونش هو المستحوذ، ولكن كان الأفضل من حيث يعني الهجوم أو الفرص. صحيح، يعني احنا شفنا الشوط الأول كان سجال تقريبا ما بين مانشستر سيتي وما بين تشيلسي، بس توخيل ذات نفسه كان ليه تعليق مهم وكان ليه تصريح مهم. قال أنا لو كانت قال لي قبل 5 شهور أن أنا هلعب النهائي وحفوز به النهائي ده كان ضرب من الخيال. شايف إزاي توماس توخيل الألماني عمل نهضة في أداء تشيلسي؟ يعني طبعا هو يمكن تشيلسي في يعني لو الناس كانت متابعه القرعه بتاعه الشامبيونز ليج سواء الربع النهائي والنصف النهائي، ما حدش كان بيتوقع ان تشيلسي بقى اولا هو طرف في المباراه النهائيه، مش مجرد يعني مرشح للفوز والفوز، لا ده مجرد ان هو يبقى طرف في المباراه النهائيه ما حدش كان متوقع الامر ده، حتى لما كان المنافس بتاعه بورتو يعني قبل ما يلعب ريال مدريد كان البعض بيتوقع ان بورتو ممكن يعمل المفاجاه ويخرج تشيلسي، لان كان اداؤه شويه في اعتزال توخيل عمل شغل كويس جدا مع تشيلسي، استفاد من القايمه اللي موجوده، قايمه تشيلسي فيها لعيبه مميزه، كانوا عاملين صفقات مهمه جدا في البدايه مع فرانك لامبرت، يعني هافرت وفيرنر وجودهم كان قوه كبيره، بالاضافه للفريق موجود فيه نجولو كانتي بوليزيتش، يعني معاهم لعيبه مميزه، ولكن كان كانتي صراحه امبارح عمل يعني كل حاجه في كره القدم امبارح، من اللعيبه المهمه جدا في مركز يعني في المركز ده، هو اضاف للمركز ده وخلق لي يعني واجبات كتير جدا بالفعل، يعني في مقوله بتقول ان حاليا المركز ده باسم كانتي، يعني هو نموذج للاعب الوسط الارتكاز اللي كمان ليه ادوار هجوميه مفسد لهجمات المنافسين بشكل رائع، هو لعيب ملتزم ولعيب نموذج في كل حاجه. فطبعا توخيل ان هو يوصل النهائي كمان للسنه الثانيه على التوالي، هو ما كانش محظوظ الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان وبعد كده لما رحلوا دلوقتي مع تشيلسي، فان هو يفوز بالبطوله اكيد دي قصه من القصص الجميله جدا في الكوره. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا ناقد رياضي الاستاذ ايمن ابراهيم. بعد فوز تشيلسي الإنجليزي باللقب الثاني في دوري الأبطال أصبح النجم المغربي حكيم زياش رابع لاعب عربي بيحقق اللقب الأوروبي العريق، على الرغم من أنه هو امبارح ما شاركش في اللقاء. تعالوا نشوف العرض التوضيحي. خلونا نروح للإيجيبشن ليج الدوري الممتاز لكرة القدم. النهارده نادي الزمالك متصدر الترتيب بيواجه نادي الجونة على ملعب خالد بشار لحساب الجولة 25 من البطولة، اللي بيسعى طبعا الفريق الأبيض بكل قوته عشان يحرز ويسعد جماهيره، خصوصا أنه في الصدارة حاليا برصيد 54 نقطة، أما نادي الجونة بيحتل المركز 12 برصيد 30 نقطة. في مباراة تانية بيواجه فريق سموحة فريق المقاولون العرب، كمان في عندنا ماتش ثالث إنبي مع الإنتاج الحربي. دي كانت أبرز أو كل الماتشات لعب النهاردة في الدوري المصري لكرة القدم. خلونا نروح للعبة كرة طائرة، اختتام فعاليات بطولة الجمهورية تحت 19 سنة بفوز فريق نادي الأهلي على نظيره سموحة في المباراة النهائية اللي أقيم بالصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان بالجيزة. تعالوا نتعرف على المزيد من خلال هذا التقرير. وسط أجواء رياضية كبيرة اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 19 سنة بفوز فريق الأهلي على فريق سموحة ب3 أشواط في المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان بالجيزة.
منطقة الجيزة قامت بكل الترتيبات وعلى أكمل وجه، والحمد لله برضو نادي الشرقية للدخان يعني الحقيقة استضاف البطولة وعملوا كل يعني ما في وسعهم عشان نجاح البطولة. والله الحمد لله البطولة كانت كويسة جدا، الاتحاد ما قصرش في حاجة بالنسبة لأي إجراءات احترازية ممكن كان يقدمها لنا من خلال كمامات، التزام، تباعد بين الناس. الحمد لله كل الناس قامت بدورها، والحمد لله قدرنا ان احنا نعملهم ببطوله كويسه ونشرف اهالينا ونشرف الجمهور بيتفرج علينا. استعدينا بشكل كويس، يمكن بس اول ماتش هو اللي ضيع كل حاجه، بس الحمد لله يعني عملنا موسم كويس الحمد لله. بطوله قويه وتنظيم فيه اجراءات احترازيه كتير، والنادي الاهلي فريق قوي طبعا طول عمره بس البطوله كانت تقيله. الاربع فرق كويسين بصراحه، مفيش فرقه اوحش من الثانيه. تأتي فعاليات البطولة هذا العام وفقا للبروتوكول الصحي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الحضور. من أول ما جالنا الاستدعاء الرسمي من الاتحاد قمنا بجميع الداتا وجمعنا الداتا وجمعنا كل حاجة عن الفرق، وابتدينا نشتغل مع الفرق ومع الصالة المغطاة. طبعا عملنا حجز للصالة والحمد لله قمنا بتطبيق كافة الدواعي الاحترازية عشان فيروس كورونا. مش أول مرة ننظم حدث بالشكل دون، تجهيزاتنا معروفة والاستعدادات للحدث بتتجهز من قبلها، الإجراءات الاحترازية طبعا واخدينها محمل الاعتبار، وربنا ييسر الأمور والأحداث اللي جاية أكتر وأكتر إن شاء الله. عقب المباراة النهائية أقيم حفل تسليم الجوائز لفرق الأهلي بالمركز الأول والزمالك بالمركز الثاني وسموحة بالمركز الثالث، بالإضافة إلى تكريم القائمين على التنظيم. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في نفس التوقيت من ربع ساعة رياضة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.